تفاقس بيجري اول تدريبات، وبقى لمدينه نصر زي ما قلت لكم. ومعانا تقرير عن مع لاعبي نادي الصفاقس التونسي، نروح نشوف هيقول ايه، والمدير الفني برضه هيقول ايه، ونرجع لكم تاني. كيف ترى مباراة النادي الأهلي وفريق نادي الصفاقس؟ مباراة كبيرة بين زوز فرق كبار، زوز فرق أشقاء معروفين بلعب الكرة القدم. نادي الأهلي بطل الشامبيونز ليج، نادي الصفاقس بطل الكاف. أكيد باش تكون مقابلة مثيرة، واللي يلعب أحسن إن شاء الله هو اللي ياخذ كأس السوبر. هذه اللي حسابات، لكن هي في الأخير مقابلة كأس، في الأخير مقابلة احتفالية ما بين زوز فرق كبار. احنا جايين باش نلعبوا كورة، جايين باش نمتعوا الجماهير المصرية إن شاء الله، وإن شاء الله تكون مقابلة توفي بالوعود بتاعها. وهذا هو أهم حاجة بالنسبة للنادي الصفاقسي والنادي الأهلي. بالنسبة لنا احنا نلعبوا في تونس ولا نلعبوا في مصر، احنا شعب واحد واحنا وخيان، يعني ما ثم حتى مشكلة. مباراة 2006 هل ما زالت في الذاكرة؟ ما زالت في الذاكرة أكيد. الهدف الشهير بتاع محمد أبو تريكة ما زال في الذاكرة، هذه حاجة ما فيهاش حتى اختلاف. لكن توا مش نفس اللاعبين، مش نفس يعني جينيريشن تغيرت، هذوما لاعبين شبان، إن شاء الله يعوضوا الهدف تاع أبو تريكة بهدف في ملعب القاهرة إن شاء الله. شكرا للزميل المتألق عمرو مختار على التقرير مع مدير الفني لنادي الصفاقس، برضه داسله على الحته الحساسه وهو محمد ابو تريكه، هل يفعلها برضه حد زي ما عملها كده محمد ابو تريكه في 2006؟ اكيد برضه لعيبه نادي الصفاقس التونسي عندهم وجهه نظر. نروح مع ياسر عاصم نشوف هيقولوا ايه، ونرجع لكم تاني. كيف ترى مباراة النادي الأهلي وفريق نادي الصفاقس في مباراة سوبر ومباراة كأس؟ مقابلة مش هتكون سهلة، مقابلة صعبة ضد فريق أكبر فريق إفريقي يعرف ينتصر، عنده العديد والعديد من الألقاب، مش تكون مقابلة صعبة بالنسبة لنا للفريق الصفاقسي. لكن نحن عندنا تحذيرات قمنا بها في تونس، تحذيرات كبيرة للقاء هذايا. نعرفوا اللي فما في عام سنة 2006 كان النادي الأهلي انتصر بهدف أبو تريكة في آخر لحظة، كانت عقدة بالنسبة للجماهير الصفاقسي، وإن شاء الله حنفوز بالكأس هذية على الأقل باش نرجعوا الثقة للجمهور التونسي. استقبال ممتاز ممتاز جدا على الإخوان المصريين ومعروفين بالشيء هذية، وإن شاء الله حنرجعوا لهم الحاجة هذية في تونس إن شاء الله. عايش. مباراة صعبة يظهر لي معناتها باش تكون مباراة شيخة، إن شاء الله جينا للمصر معناتها باش نفوزوا بالمباراة هذه، وإن شاء الله نروحوا بالكأس لتونس إن شاء الله. ماتش كورة باش يتعدى معناتها 90 دقيقة، اللي يربح إن شاء الله معناتها مبروك ليه. مباراة يعني مباراة سوبر، يعني نتصور حتكون مباراة ممتازة بين زوز فرق كبار. الأهلي فايز بالتشامبيونز ليج، صفاقسي فايز بكأس الكاف، إن شاء الله نقولوا يعني الأحسن هو اللي يفوز بالمباراة هذه. مادام يعني متواجدين في مصر يعني حنلعب المباراة، ولو كنا خايفين يعني من الأمن ما كناش نجيو لمصر، وأعتقد يعني في تأويلات كبيرة، مصر وتونس يعني قراب لبعضهم، وإن شاء الله تتعدى مباراة في كان في الروح الرياضية إن شاء الله. مقابلة إن شاء الله باش تكون بين زوج أشقاء الأهلي والصفاقسي التونسي، ان شاء الله يا ربي تعدى مقابله ساعه في كنف الروح الرياضيه. اولا مقابله سوبر كوب دافريك باش تكون مقابله معناها عرس كروي بتمعنى الكلمه، ان شاء الله نعطيو احنا المثال كملاعبيه نقدم مقابله بها، والجمهور زاد ان شاء الله يقد معناها يشوف مقابله بها ويشجع كما يلزم، وان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي يوفقنا. مباراه معناتها ضد زوج فرق كبيره اللي هي النادي الصفاقسي والاهلي المصري، معناتها مباراة الرهان نتاعها على قب على 90 دقيقة، جايين لمصر إن شاء الله باش نفرضوا إن شاء الله الأسلوب اللعب تاعنا إن شاء الله، ونتوجوا باللقب هذا ونرجعوا به لتونس إن شاء الله. مباراة صعبة جدا، مباراة نتاع
لقب نعرفوا اللي نادي الاهلي نادي كبير جدا، لكن ان شاء الله احنا جايين معنا ان شاء الله لهنا باش نتوجوا باللقب هذا ونهديوه ان شاء الله للشعب التونسي ان شاء الله. المباراه تكون صعبه للفريقين وان شاء الله اللي يكون افضل واللي قدم مردود افضل ان شاء الله هو اللي ينتصر. نحن قاعدين العزم باش يكونوا في المستوى وان شاء الله ربي يوفقنا.